السلام عليكم غزالات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. شكرا للدعم ديالكم، شكرا للبنات اللي دخلوا، البنات والولاد طبعا اللي دخلوا معي جدادين، كنقول لهم شكرا، وشكرا على السبسكرايب، وشكرا على كل شيء، شكرا على اللايكات، شكرا على الكومنت اللي كتخليه، شكرا فور شكرا، المهم شكرا على كل شيء، كنشكركم بزاف بزاف. السلام عليكم الغزالات، كما كتشوفوا جينا هذا المكان الرائع الجميل، هانتم غتكتشفوه معايا. هذا المكان هذا اللي هو اللي كانوا فيه التوين، داك التويل اللي طاحوا، التوين تاور، ودابا تبنات هذه البنايه الجميله الرائعه، ما تصوروش شحال، يعني انا ما ساريتكمش فيها كامله، يعني واحد الجزء الصغير اللي مشيت ليه اليوم، اللي هو اللي سماوه دابا فريدم تاور. سو غتشوفوا معايا، طلعنا في واحد لاسانسور وشفنا نيويورك من الفوق، المهم اكتشفوا معايا شني فين مشينا فيه، وليني كنعاودو نقول هذا واحد الجزء البسيط منه راه. السلام عليكم الغزالات، كما كتشوفوا جينا هذا المكان الرائع الجميل، هانتم غتكتشفوه معايا. هذا المكان هذا اللي هو اللي كانوا فيه التوين، داك التويل اللي طاحوا، التوين تاور، ودابا تبنات هذه البنايه الجميله الرائعه، ما تصوروش شحال، يعني انا ما ساريتكمش فيها كامله، يعني واحد الجزء الصغير اللي مشيت ليه اليوم، اللي هو اللي سماوه دابا فريدم تاور. سو غتشوفوا معايا، طلعنا في واحد لاسانسور وشفنا نيويورك من الفوق، المهم اكتشفوا معايا شني فين مشينا فيه، وليني كنعاودو نقول هذا واحد الجزء البسيط منه راه. شفتوا المنظر، يعني عملوا الديزاين، عملوا بزاف د الحاجات حسن من اللي كانت في الاول. هي هاديه كما كتعرفوا، خدات وقت، خدات وقت. هذا البات هنا نيوجيرسي، غزالة غزالة غزالة. صافي الدروش تما راه هو، ما عندي ما نقول لكم على كيفاش يعني صمموها، كيفاش بنوها، واعره. شو رافينا شوفوا هذا المنظر، راح حطوا مداوى، انا مش نحطك على اليوتيوب، كيف جاك هذا المنظر الرائع اللي كتشوفه لاول مره؟ جميل جدا جدا، عجبك بزاف؟ عجبني برشا. عجبك برشا؟ بارك الله. يعني انت ما زلتي ما طلعتيش في الاسانسور باش تشوف برشا حاجات، وانما جست انت باقي لتحت وعجبك بزاف الحاجات، عجبك يعني المكان. سو جبت اللوز ديالي لهنايا، فكبدايه احنا باقيين في الوسط هاد ال ما عنديش الاسم ديالو فعجبو بزاف، وباقي طالعين ان شاء الله في لاسانسور وغنطلعوا لفوق للقمه للقمه للقمه. المهم البنات اللي موجودين هنا مثلا في شي ولايات هنا في امريكا، شي ولايه ثانيه، فيمكن لك تجي لهنايا فيطاحوا توين ناطحه السحب. مهم اكيد بزاف الناس عارفين بلي انا بنو من المكان ديالهم، هاد بنو في هذاك المكان، هاد البنايه هادية، هاد الديزاين التصميم، الله يعطي الصحه للمهندسين اللي عملوا هادشي هذا. مهم اذا كاين واحد لاسانسور كتطلع فيه، فللاطفال 31 دولار، وللناس الكبار ادلت 37 دولار، اذا بغيتوا تطلعوا تفرجوا
That's it. وانتم معايا. هذه هي نيويورك. شوفوا هذا المنظر رائع. الحجار. شوفوا هذا المنظر الرائع. Directly below you. هذه هي نيويورك، هي هذه من فوق. شوفوا كيف هي.
البنات كما كتشوفوا ها انا في هذا المنظر الرائع والجميل. وعلى فكره انا اول مره كنجي له. الاصدقاء ديالي كيعاودوا لي عليه كيقولوا لي راه مزيون نمشي، ولكن انا عمري ما تشجعت نجي. ودابا ملي جا الباس ديالي قلنا علي مالا اننا نمشي وناخذوه معنا ونشوف حتى هو. شوفوا حتى حنايا منظر رائع، ولكن كيجيب الدوخه عرفتي العلول 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 العلول. جات الدوخه، جاتني الدوخه الصراحه فاش طلعنا اول مره في لاسونسور. لاسونسور طلع كيجري هزنا في حياته هزينا هانتي، طلعنا كنجريو جاتني الدوخه وكيتصم كل ودنين كتبقى تسمع والو حتى كتخرج. على العموم يا ربي يعجبكم الفيديو هذا في هذا المكان هذا الجميل صراحه. هانتوما تسهريتو معايا كانكم تانتوما جيتو، ها كانكم صراحه جيتو. هانتوما هانتوما معايا تنسالي هذا الفيديو تمشي بحالي. كل مكان مختلف على الثاني. حنا كندورو من هنا وكندورو معاك كندوروكم معانا. ها يعني كل مكان مختلف. وهنايا اذا بغيتي تشري شي حاجه طبعا حنايا هذا يمكن لك تخرج من برا وتشري ويكون رخيص. هذا كلشي اكثر يا التوريست يجيو يشرو من هنايا. داك قلم الرصاص ابني ما كيبغيش يتصور. Can I get a fidget cube? You want it? Yeah. ابني بغى هادي. How much are they? So, look at the price first. Let me see. Under, yeah. $4.95. How much? $4.95. $4.95. So you want it? Yes, please. Okay. Thank you. No, but don't open it. I didn't. So go pay. Okay, yeah, I'm gonna pay. I'll just have it. You wanna pay? Go. باغيش نصور له وجهه هو ما كيبغيش. ميرسي. ثانك يو. مثلا الكيسان كاين هذا طلعنا فيه